بسم الله وعلى بركة الله تعلن البداية وإشارتها وينطلق هذا الشوط وتنطلق هذه الشعارات حاملة الطموح والآمال للمشاركين في هذا السن، آخر سن الصغار وهو سن الجذاع، مشاهدين الأعزاء الذي سيتواصل على مدى يومين كاملين متتاليين، هذا اليوم ويوم الغد. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات وانطلقت الآمال والطموحات، كل التوفيق للمشاركين في هذا اليوم، ونهني الفائزين في الأيام الماضية ونتمنى التوفيق للمشاركين في هذا اليوم وفي بقية أيام المهرجان. أيها الأعزاء، ينطلق هذا السباق وهذا المهرجان بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى من تحتل المركز الأول، مشاكل عبيد بن مبارك بن عبيد الافتبي على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، ولكن العزرة تخطف صدارة الشوط بهذا التقدم الملحوظ. علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري يقدم العزرة في هذا الشوط وتنتقل مباشرة إلى المركز الأول مع أول كيلومتر ينقضي من مسافة الشوط. المركز الثاني تصل وتتقدم فيه الظبي لمحسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي، انتقلت إلى المركز الثاني، أو بن سبيع الوهيبي انتقلت إلى المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، تصل وتتقدم هنا الذهب محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك، انتقلت نقلة ممتازة إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتواجد فيه مشاكل عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي وتتسلل بدورها إلى المركز الثالث. المركز الخامس تتواجد فيه وصايف لسعيد بالعصري بالحب العامري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء في كل مكان في الوطن العربي الكبير، في دول الخليج، في ميادين سباقات الهجن، أينما تشاهدون هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لمهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. هذا هو يوم الجذاع، أول أشواط الجذاع في هذا المهرجان، وهذا هو الشوط الأول للبكار ومن سيفتتح ويستهل أشواط الجذاع في هذا المهرجان. نعود إلى العزرة، علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، هذه العزرة واسم تاريخي كبير، العزرة اسم العزرة اسم غالي غالي على بن حمودة. هذه العزرة على المركز الأول بشعار بن حمودة تفتتح الكيلومترات الأولى بهذا التقدم الملموس على أرضية الميدان. 2 كيلومتر واشكت على الانقضاء. ننتقل من العزرة إلى المركز الثاني، وصلت الظبي على المركز الثاني لمحسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي على المركز الثاني، أحد أبناء السلطنة المشاركين في هذا المهرجان. ننتقل إلى المركز الثالث، الذهب، تصل الذهب على المركز الثالث، محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك يقدم لنا الذهب في هذا الشوط وتقدمها أيضا ملموس، بينما المركز الرابع تصل مشاكل والعبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي. الله يكفينا شر المشاكل يا عبيد، هذا نتمنى لك التوفيق والناموس والسعادة مع مشاكل، مع مشاكل اللي على المركز الرابع. هذه تتقدم وتقدم هذا يشكل المشاكل والضغط النفسي على المشاركين في هذا الشوط. هذه على المركز الرابع بشكل جميل وأداء ممتاز، مشاكل تنطلق رابعة في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الخامس، تصل مشاهدين الأعزاء وصايف لسعيد العصري بالحب العامري على المركز الخامس وما زالت في موقعها منذ انطلاقة الشوط. اليوم يوم 6 كيلومترات، يوم المنافسة مع الجذاع وسن الجذاع، سن الامتاع، سن السرعة والامتاع. هذه الجذاع وهذه أيضا حازت، هذه الهجن المشاركه في هذا السن حازت في الحقائق واللقايا، على بعضها حاز على جوائز عينيه عباره عن سيارات في منها اللي اخذ رموز نشاهدها في هذا المهرجان. هذه العزره ما زالت في موقعها الصحيح منذ الانطلاق، اول 3 كيلومترات وينتصف او تنتصف مسار هذا الشوط، ينتصف الشوط مشاهدينا الاعزاء، والعزره متقدمه تقدم كبير.
ومنفردة في هذه اللحظات بالمركز الأول وبالكادر الفوقاني. هذه إحدى كاميرات الميدان تلتقطها وترحب بها وتودعها أيضا عند منتصف المسافة. هذه انطلقت وفارق كبير ما بين العزرة وكذلك الظبي وما بين بقية المراكز. المركزين الأول والثاني قريبا من بعضها البعض شيئا ما أو نوعا ما، ولكن بقية المراكز هناك فارق ما بين المركز الأول والثاني وبقية المراكز. هذا هو الفارق على الكادر الفوقاني كما نشاهد مشاهد كما تشاهد عزيزي المتابع والمشاهد. المركز الثالث، المركز الثاني فيه الظبي المحسن بن مبارك من سبيع الوهيبي. المركز الثالث تصل وتتقدم مشاكل، انطلقت إلى المركز الثالث، كانت في المركز الرابع لعبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي، بينما المركز الرابع تصل في المركز الرابع في هذه اللحظات الذهب لمحمد بن ناصر بن دلموك، ودخول وتقدم من وصايف. وصايف انطلقت في المركز الخامس وانتقلت إلى الثالث مباشرة. هذه وصايف لسعيد العصري بالحب العامري. هذا هو نداءنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، والعزرة تفتتح في هذه اللحظات لوحة الكيلوين مترين الأخيرين يا مضمرين، وقامت راس وما زالت في هذا الموقع وفي هذه المقدمة، مقدمة الشوط دون أي منافس على الإطلاق. يلا يلا يا راع العزرة، يلا يا العزرة اللي بتكون صعبة المراس وصعبة المنال في هذا اليوم. هذه العزرة، هذه العزرة والعصا قوس تنطلق انطلاق ذاتي وتلقائي. تعود ملكية العزرة العلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري. هذه على المركز الأول تتقدم مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط وفي المركز الأول. إذن مشاهدينا الأعزاء هذه العزرة لسعيد لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، ما زالت على المركز الأول و1500 متر. هل تواصل العزرة هذا المشوار على هذا المنوال؟ ما باقي إلا أقل من كيلو، أو ما باقي إلا كيلو و200 تقريبا، كيلو و200 متر، والعزرة في امتحان حقيقي، في امتحان بعد هذه الأمتار أو الأمتار القادمة تحمل في طياتها الكثير. لما لا، وأنا أشاهد شعارات قادمة على المراكز الخلفية. المركز الثاني الظبي محسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي. المركز الثالث وصلت الرسمية لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، يتابعها عتيق بن حمد بن قريع مزعج المضمرين يقدمها في المركز الثالث. المركز الرابع يا سلام وصلت الذهب، أو هنا انطلقت مشاكل عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي. المركز الخامس وصايف، والكيلو متر الأخير يا راعي وصايف سعيد العصري بالحب العامري. هذه نتيجتنا، والعزرة العزرة 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 في امتحان وفي اختبار، هل تنجح في هذا الاختبار؟ رسمية انطلقت، رسمية تحركت لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، وانطلقت الظبي كالظبي، انطلقت على المركز الثالث وانطلقت مشاكل. رسم العزرة والظبي ومشاكل ورسمية. الشوط الأول لمن؟ الظبي الظبي الظبي. انطلقت على المركز الأول وانطلقت العزرة، تحركت العزرة، عادت العزرة والظبي، الظبي الظبي والعزرة، الظبي والعزرة، ولكن العزرة بن حمودة على المركز الأول وابن سبيع الوهيبي على المركز الثاني 400 متر يا مضمرين. الظبي الظبي تحاول التسلل، ولكن العزرة تصمد رغم الضغوط، تصمد رغم الضغوط، وبالفعل قامت راس وتنهي الشوط راس. سلام يا العزرة، سلام سلام يا العزرة، سلام. بالفعل تنجح العزرة في هذا الامتحان وفي هذا الاختبار بهذا الشعار الاقتصادي الجميل، الشعار الذي له صولات وجولات يصمد في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموسي مالك العزرة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، تهانينا والناموس. لحظة الوصول، المركز الثاني الطيارة لسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثالث وصايف لسعيد العصري بالحب العامري. المركز الرابع الظبي لمحسن بن مبارك بن سبيع الوهيبي. المركز الخامس وصلت فيه الرسمية لمبارك بن محمد بن زايد الخياري.
هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز المتقدمة الخمسة الأولى، جوائزنا للعشرة المراكز المتقدمة الأولى. وبالفعل حماس وإثارة شاهدناها في هذا الشوط، ولكن كما نشاهد في هذا الملخص، ملخص الشوط الأول الرئيسي الصباحي لأجزاء الكار، العزرة تختطف المركز الأول وتنجح بامتياز في هذا الامتحان وفي هذا الاختبار. شهدنا الضغط من الظبي ومن بعض الشعارات على العزرة، ولكن العزرة أثبتت بأنها الأقوى في هذا الشوط وقامت راس وأنهت الشوط راس بسلام. هي العزرة سلام، 9 دقائق 35 ثانية، 41 جزء من الثانية، توقيت ممتاز. تهانينا لعلي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني، وصلت في المركز الثاني الطيارة كأول نداء لها في هذا الشوط، على خط النهاية ذعناها، 9 دقائق 37 ثانية، 84 جزء من الثانية. تهانينا وإنه مسلمة لك الطيارة سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثالث، وصلت فيه وصايف، 9 دقائق 37 ثانية، 92 جزء من الثانية، هو توقيت وصايف المملوكة للسعيد العصري بالحبة العامري. إثارة شاهدناها في الشوط الأول لأجزاء البكار، والعزرة هي من حسم